السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي نظر عيني الغالين الطيبين، اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أخوكم خالد حرية من سرايبو من البوسنة من أمام الفندق هذا المتميز، متجهين إلى الشركة العملاقة في العقارات للمستثمرين الخليجيين في أرقى بلاد الدنيا، برادا ولطفا وأدبا وأخلاقا وسياحة وكل ما توصف البلدان في البوسنة. نحن طبعا هذا شعارهم، الله إنجازات المستقبل. يا مرحبا، الحمد لله على السلامة إلى بوسنة. أهلا وسهلا فيكم وفي شركتكم طبعا طرشنا من السيارات وهي شركة الإنجازات، الحين متجهين إلى موقعهم أنا وبرفقتي الفنان عبد الله، والخير خلكم في انتظارنا في هذه الشركة العملاقة للاستثمارات العربية الخليجية في هاي البلد اللطيفة النظيفة الحلوة بأهلها بسكانها لطافة وشعب جميل. خلكم يعني إن شاء الله حين التجهيل نحن إلى الموقع اللي بنعلن عنه. حياكم الله. يا هلا يا هلا، أهلا وسهلا ومرحبتين، مساكم الله بالخير. كان مساء، احنا من البوسنة من الأطلالة هاي والمشروع اللي جاي نعلن عنه في هذا المكان الحلو الجميل. طبعا السحاب تسعة أبعد، يعني الكلام واجف عن المكان تقول عنه. شوف فر الكاميرا، طبعا الموقع هذا شوف طالع المحل هذا يبعد عن المطار قريب، بيع الأراضي يقول لك الأولين في الدك في الدك ولا في اللك، ياخذ له ويستثمره لعياله للأيام وأراضيهم أراضي رخيصة، ما بالك تفكرت بالمئات الآلاف لا. فنحن وفرنا أبو عبد الرحمن اللي هو نايف أبو الشيبة كل ما يتعلق بها المنطقة. شو تتكلموا انتو؟ شو تقول انت؟ انت وين؟ انت في احلى منطقة. شو انت؟ انا ما اتكلم، الكاميرا تتكلم. فرع الاطلالة شوف شوف هاي كل بيوت الناس الطيبة. شوف الناس الطيبة في المنطقة، حتى اليارة يوم سمعت إنه جايين الجماعة هاي البوسنية يارتهم يابت الدلة يابت الانحراف، من عرفت إنهم جايين شلت عليهم الفالة وشلت عليهم فالة وشلت عليهم كله شغل بيت كله شغل بيت والله شغل بيت مال الأرياف اليمن والحليب والمدري شو هذا. نعم ما شاء الله يعني المنطقة مشكورة، ما قصرتي ما قصرتي. المنطقة تتكلم انت تبقى ريف، منطقة ريفية مش يعني فيها كثافة سكان وازعاج، لا منطقة استمتاع واستجمام للراحة النفسية. نعم فضل فضل. شوفوا الأطلالة، شوفوا الأطلالة الحلوة يا الله الصراحة. شوف طبعا نتكلم نحن عن مشروع أراضي، يعني شوف المنطقة هذه بس بيع الأراضي. نعم شوف شوف سطور السيارة، شوف هذه طول الله عمركم الإنجازات للعقارات مال ابو نايف وابو الشيبه. شوف الاطلاله، شوف انتو ياسين في محل يعني يثلج القلب. بعدين ما اتوقع انه بهاك المبالغ الباهظه، اخذ ابوي وعق، اخذ واظخر الذخيره لك ولاولادك وللحياه والدنيا. نعم اللي عنده القدرة والاستطاعة حقه يرهي على عمره يونس عمره. نعم واليوم ما حد خذ وفشل، كل من استثمر نجح. والأراضي من فوق من تدري العقار مثل البقرة الحلوب. نعم العقار
في وين ما كان سواء في البوسنة أو أي مكان. شوف الأطلال. محمد كنا بلكونة كنا بيت. نعم نعم نعم. نعم شوفوا شوفوا أنتوا شوفوا شوفوا شوفوا. تفتح البلكونة وتيجي تفتح المنبر الجميل. شوفوا الأطلال. تلاحظون العادات العربية اللي حتى كانوا يبون عليك طالع. صراحة حطوا الخيام هني واستقبلونا وضيفونا ضيافة ما عقب ضيافة ونرجع وردينا إلى يعني بعدين بصور هذا بنسير أصبر واخذ كلمتين وكلمتين عند راعي وصاحب المشروع يوضح لنا أكثر. طبعا صاحب المشروع هو أفضل أن يقدم وأن يوضح لكم الصورة الواضحة لأن هذه مش أول قطعة وثاني قطعة آلاف القطع الخليجيين والعربي والعرب اللي استثمروا في هاي الأماكن الحلوة لك ولي ولدك ولي ولدك لأن طول العقار مثل البقرة الحلوب أنت كل ما أخذت انسى وبعد إيش تفكر أنت ببي مئات الآلاف أرقام يعني في الخليج عندكم أرقام حلو لهنكلم منو المستثمر الخليجي والعربي من هاي المنطقة وهاي الإطلالة اللي هي ما شاء الله شوف بالعين يعني الكاميرا ما تشتت يمكن اللسان يزيد بالكلام لكن الكاميرا تصدق تفتح النفس تطير الهموم تحت الأشجار والغيوم. الله مساء الورد يا الورد يا متابعينا وين ما كنتوا تشاهدونا نقدمكم أحلى ورد من أحلى شركة الإنجازات المستقبل في البوسنة. نرجع إلى حبيبنا الطيب الغالي الله يفتح عليه الرجل المجتهد ولكل مجتهد النصيب وأصدق وشارك الناس بأموالها المصداقية المصداقية فوجدنا المصداقية في هذا الرجل الطيب عسى الله يوفقه إن شاء الله ونرجع لكم بعد قليل. نحن بعد نزيدكم من الشعر بيت سبحان الله مسوي لنا برنامج عود الله كثر الله خيره. شوفوا ضيافتهم أنت يوم بتي بتشوف هاي الضيافة الله وش العدل. شوفوا الضهر يا ريت الريح ما يقدر يدخل في الكاميرا. لا والله أونلاين يدخل. نعم هالأيام كله أونلاين. شوف شو طالع شوف الضيافة اليوم. أهلا وسهلا حياكم الله. شيء العدل شوفوا يعني بدك ما تبونكم على هالإطلالة الحلوة الأراضي الغاوية هاي اليلسة اللي تنشرها بالملايين يا جماعة قسم بالله انها يلسة تنشر بالملايين. الله 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 شو هالدلع شو هالدلع عم دلعينا ودلع يعني ما عقبه اهلا وسهلا دلع فنان ما شاء الله هذا يا ابو ما شاء الله شيف لو ما بتاكل بتاكل يا اهلا وسهلا مرحبا. هذا الكباب الحلبي كباب هذا سوري سوري بس حلبي اسمه مو هذا شامي شامي يا مرحبا هلا فيكم هلا فيكم ما قصرتوا يا اخي يعني الدكتور يقول لا تاكل لحم اي دكتور استثناءات اليوم شوف الضيافة الكويتية العربية تاخذ لك يعني تنسى ابوي قال شو قال قال لا فاد مالي من عقب حالي. نرجع لهم نخلص موضوع انه وياهم بس عاد انا تدرون اتخربط خلاص اضيع من اشوف الضوء والدخان والاكل الطيب والناس الطيبة لازم شوي افصل برجع لهم مرة ثانية. شوفوا 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 شوفوا, شوفوا الكرامة شوفوا الضمان الاول عقد الحمد لله مضمون 100% الضمان الاول ضمان عقد الضمان الثاني يسوي لك تراضي
الله 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 عند البطون تعمل عيون ما عامل وانت شو اكبر الله اي والله ان اجمل مقوله نعم شوف وشوف الاطلاله شوف انتوا الاطلاله والله ما بخساره قسم بالله انا ما بخساره اللي ياخذ فيها اطلاله ترد الروح تنسيك هموم الدنيا لا ارض ولا قرض ولا شوف يعني هاي الاطلاله روحها كم تسوى تنسى هموم الدنيا ما انت داس الطيبين هذه يا عبد الله يا هي شغله ما هو شغله بو 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 بو. عذاب هذا نايف بشيبة بيض الله وجهك طيب وكريم ومصداقية حديد وإن كان مع الله الله معه عسى الله يوفقك إن شاء الله يا رب العالمين الله شو هاي بعدين أنت شوف كم باكل كم بناكل شو هالدلع شو هالدلع مدلعيننا آخر يا الله ابو الخير اول من اشترى الارض ابو الخير اول من اشترى الارض في هذا الموقع ما شاء الله بالبركه 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 رقم الارض مال ابو الخير كم هذه هذه عبد الله وينها هذه 413 اي نعم وهذا هذا العقد اللي بيوقع ابو الخير عبد الله خليفه هذا يا وقع والله بالله انا مو هديه هذه شريعة حر ماله نعم والله العظيم ما قصرت الله يبارك الله وجهك اي والله الله يبارك على الخير تم التوقيع الله على احسن ارض يا سلام يذكر وقع 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 تستاهل يا ابو حميد تستاهل تبنيه ان شاء الله وني عندك لينيدس حبيبي ونطبخ بتطبخ انا يا محمد اطبخ لك انت تغني وانا اطبخ نعم تستاهل كل خير حبيبي الله يبارك فيك الله يبارك بعمرك شرفتني حبيبي الله يبارك نعم. غمرتني بكرمك لا لا بالعكس تستاهل وطالع منو منور اطالع منو منور اطالع منو المنور شوفوا منو منور المكان انت دومك نور يا طويل العمر نور على نور ونورت البوسنة الكرم ولا هلا 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 بالعم هلا بالعم هلا بالعم حبيبي طويل العمر شوف تواضع والله عمرك كيف حالك الشيخ محمد بن صقر على عمي الله يحفظك والله عمره شيخنا وحبيبنا الغالي اهلا سلام عليكم هلا بالحبيب هلا بالشيخ مشكور على تواضعك لا شكر على واجبك طول عمرك الساعة المباركة حيا الله طول عمر الله يا ابو صقر يا مرحبا حيا الله ابو صقر مرت لك العافية شيخنا الغالي نور طال عمرك الساعة المباركة اني اهداك هذا هذا طال عمرك نوح لوكيشن مسمينا لوكيشن لانه هو 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 الدليل يوديني ويبني عليكم السلام مرحبا مرحبا طول العمر سلام وقعني هداك يا ابو صقر الحين مره وقعنا الارض وياه ما رايك الحين انت هذا ارض هنا احنا طال عمرك في ارض عبد الله ترى خلاص والله في ارض عبد الله شو رايك غير خسرانين اللي ما يو البوصله شوف دخيلك ها شوف الحين شوف شو قايل ربي يطول عمرك سبق من سبق لبق لبق عني افتح انتني نعم وانت جيتوا عند رجل طيب تسلم هاي تسلم كريم حقيقة وله مواقف أنا ما أقدر أنساها. عفني عفداك طال عندك بدم هاي شهادات من لهذا الشخص الجيد وشهادة شيخنا العزيز اللي إحنا نعتزبه ووجودك طال عمرك أنت هني رمز للبوسنة وجمالها وطيبها وحلاتها وإلا أنتوا شو ما بترضون بأي مكان لكن مكانك طال عمرك هني وميلسك المفتوح إحنا جايين عشان نشوف هالميلس الغاوي طيب. الله يطول عمرك إن شاء الله زورونا في سنه لان الشرف اني اصدق انك انت شرفتنا بهذه الايام الغاليه انت موقع عقود الحين يوم طعم خلاص الحين انت عني افداك في ارضي بس شو رايك كم لازم ندفع انت يا يك هاي احنا لازم نزعلها اني افداك شو رايك طعمك في المكان اللي اختاره لي عبد الرحمن هو يحكي بنفسه يحكي بنفسه اني افداك انت صاحب الذوق عاد تواضع الشيخ محمد بن صقر طول الله عمره وحبهم حبهم بين العالم وفي الخليج العربي والعالم العربي وأمر للرياضة مش للتجارة فقط ابن صقر بن محمد رحمة الله عليه المحبوب المعروف في المجتمع الاماراتي والخليجي والعربي لكن ما شاء الله بدا البزنس الكبير المعروف في البوسنة من ثقته في البوسنة صحيح من فائدته في البوسنة واللي هو رأي الفائدة هو شيخ يعني مو شيخ مش تاجر شيخ من ابن عن جد لكن
الثقة في البوسنة والمنع البوسنة هذا طول الله مركبه الحين في وجود ربعه. طبعا هالرجل له فضل كبير عليك. لا 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 والله لا لا داعم لي بالليل والنهار. الله يسلم. الله يجزاه خير. كلكم طيبين. ما هو مقصر معانا بكل شيء. الكل يكمل الثاني. نعم طول الله عمارك. البارك هذا. ها. شو رايك دخيلك؟ لا انت خلاص. لا انا بعد راي الشيخ يا الله. خلاص معناته قمة. اذا كلام. شكرا. الكلام ما في كلام. الله يطول لي بعمرك كذا شكرا هات بعد بوس المره. هات بوس زياده. طال عمرك كلمه حلوه قلتها وانا ما صوريتها ابغى اصورها. اقول فلوس الدنيا كلها اموال الدنيا كلها ما تسوى لحظه من عمرك تقضيها في هذه المناظر وانت سعيد. يا سلام. كلمه خالده طال عمرك. لا خالده كلمه خالده لمن يا البوسنه عند هذا الرجال الطيب. دول اخرى سويسرا ما سويسرا. نعم سويسرا شو هي صحيح هذه سويسرا. اهلا وسهلا وينا عاد الى الجد الحين وياكم سمعوا وركزوا ايه ما اسمعوا احنا جينا الى شركه الانجازات المستثمر الكويتي العقاري الكبير صاحب المصداقيه الحديث وعلى ارض الواقع وبالملموس شفنا يعني بالملموس والواقع فهي الشركه الكبيره اللي دينا وتعنينا 6 ساعات عشان نشوف بعيننا فعلا شفنا الشيء بالواقع والملموس. اليوم اوجه السؤال واطرح السؤال واسمعوا من اهل الاختصاص. نعم هو صاحب الاختصاص احسن مني انا يعطيك المعلومات ابو عبد الرحمن ابو الشيبه نايف ابو الشيبه اللقب نايف ابو الشيبه المشهور والمعروف في البوسنه ينصونه للشيوخ وكبار رجال الاعمال في العالم العربي والخليج للاستثمارات في الاماكن الحلوه الجميل الرائعه. ما بقى نتكلم بالواقع انت تشوفني يا هلا وسهلا يا مرحبتين شرفت الله يا ابو محمد طالب. والساعه المبروكه الله يطول الله يطول عمرك. يعني شو نقول لك انا ما اقدر اكذب على الكاميرا طول الله عمرك بوجهك السمح تسلم. انت احسن ان تلقي الكلمه وتعطي المشاهد والمستثمر اصحاب العقار انهم يستثمرون مثل ما قلت مثل ما قالوا في الدك. نعم. ولا في اللك. العقار هو الابن البار احنا نقول ارحم الله والديك. والله احنا طال عمرك شركه انجازات شركه رائده في مجال التسويق والبنية التحتية واختيار الأراضي. احنا صارنا 16 سنة في السوق العقاري اللهم لك الحمد تجاوزنا 5000 عميل في شركة إنجازات وبدينا من 16 سنة يوم كانت الأسعار على مارك وماركين الآن تكلم في 100 ضعف تقريبا ففرصة أن الإنسان يتملك قطعة أرض في هذا المكان الجميل وبأسعار رخيصة جدا يعني احنا أسعارنا دائما تكون منافسة ما في مقارب لنا بالنسبة للشركات لأن احنا نشتري من زمان من 15 سنة و 16 سنة نشتري الأراضي هذه فتكون أسعارنا جدا الحمد لله ربحانين ونعطيكم أسعار جدا منطقية ومعقولة يعني غير منافس. انزين أبو عبد الرحمن اللي احنا نبغي السؤال يسأل أو يسأل اللي يطرح نفسه ليش البوسنة تميزت من دول أوروبية كلها للمستثمر الخليجي شو الفرق عن بين سويسرا او ايطاليا مناطق قريبه لكن كل العالم او العربي او الخليجي او اكثر شيء ان المستثمر الخليجي حط عينه على البوسنه شو الاسباب طال عمرك نبغى نعرف هاي النقطه. شوف طال عمرك احنا الدول الاوروبيه هذه كلها جيناها وشفناها وعرفنا طبيعه الشعوب وطبيعه الناس ما في نفس البوسنه. البوصلة أبو محمد نفسي أن يأكل بالسوق القديم أمس لابس أنت دشداشة شفت شو يسلمون عليك ويحبونك ويقدرونك طبيعة الشعب هي أساس. أنا بقطع سالفة خلي البارحة يوم نمشي في الليل لكن الحين لما جينا تفاجأني بهالحرمة اللي جايبها الأكل ويا الشاي. أي والله أي والله شفت الجيران شلون طيبين هذه طبيعة البوسنيين طبيعة البوسنيين طبيعة جيدة وجميلة وفرندلي ما شاء الله عليهم. الموقع موقع البوسنة لوكيشن البوسنة في قلب أوروبا أنت قريب ألمانيا قريب إيطاليا قريب النمسا كلها قريبة عندك. طبعاً الأكل حلال في كل مكان، المساجد موجودة، ما في مضايقات، يرحبون بالعرب، يحبون العرب. فهذه هي العوامل اللي خلتنا نستثمر في البوسنة. نبغي المستثمر يسأل عن الخارطة طال عمرك. نعم. منتجع السحاب. السحاب 9. إيه السحاب 9. نعم. هي هالموقع اللي إحنا. اللي إحنا واقفين فيه الحين. هذا. إي نعم. هذا المحنة. هذا على كم الاراضي طويل العمر ابو محمد احنا من امس واحنا نتناقش هناك على هالموضوع اي نعم كانت المفروض ان تكون الاراضي ب 59000 ما سمعوا 59000 درهم 59 ولكن راح نشيل لكم خمسه صارت كم راح تصير ب 54000 درهم 54000 انت في البوسنه اي نعم على هالبراد على هالمكان الجميل وهالاطلاله الحلوه فرصه ان الانسان يتملك في هالمكان الجميل. لكن هذا يا متعود انا المهم احبائي اعزائي الغالي للمصداقيه الكلام والحديث
تكونوا على بينة وعلى علم وعدم تشكيك واحد بعمره وشو وديني وليش وشو شو شو يضمن لي وشو كيف وأنا ما أعرف وأنا لازم أحفظ بذاتي. كل واحد وبذاته وكل واحد حريص على ماله، لكن أخذوا المصداقية من صاحب العقار. شو الضمان الذي يضمن رجوع حقك واسترجاع مالك وضمان أرضك؟ تفضل يا شوف طلعكم محمد، حنا نعطي ثلاث ضمانات مو ضمان واحد. الضمان الأول اللي هو العقد الكويتي، وهذا يعتبر هو الضمان القوي، يعني عقدك تأخذه من الكويت مو من البوسنة ولا من أي دولة، تأخذه من الكويت وعقد مضمون 100%. هذا الضمان الأول. الضمان الثاني حنا نسوي لك من شركة إنجازات البوسنة تنازل على الأرض، يعني أرضك تكون أنت لك حرية التصرف فيها، يعني تقدر تبني، تقدر تعمر، تقدر تسوي اللي تبيه من غير الرجوع للشركة. الضمان الثالث حنا نخلي اسمك في ملكية الأرض، يعني الأرض عليها حجز لصالح أبو محمد، حنا ما نقدر نتصرف نهائيا إلا نشيل الحجز اللي على الأرض، فالأرض عليها بلوك. فهذه الثلاث ضمانات يعني تريح العميل إن شاء الله حلاله حاطه في مكان آمن بإذن الله. يعني الأراضي مثل ما أنتم شايفين وعارفين لا تاكل ولا تشرب ولا تحتاج حمايه، وحنا كشركه انجازات ترى ما ناخذ ولا عموله ولا ضريبه، يعني خلاص قيمه الارض مع ضمان اللي هو والوكاله 1000 يورو فقط لا غير. لو تقعد الارض 10 سنوات ما حد يدق عليك ويقول لك تعال عطنا رسوم ولا عطنا كذا، هذا شيء يريح العميل يعني. وما جينا وتعنينا الى هذا المكان الا عند رجل صادق وعنده مصداقيه الحديث، وجميع النجوم السوشيال ميديا يو وغطوا وكانت من الحظ، كل من اشترى للحظ الاوفر. مش اول ارض او اول يكفينا قطع. وجود ابو صقر 5000 قطعه يعني باعوا والحمد لله. ما الاكل حلو، الاكل اقول يا ابو الشيبة الاكل حلو ولذيذ، لكن شوف محمد بن صقر هذا الله يطول عمره. نعم اليوم ابو صقر عندنا طول الله عمره، يا متعني لاخوه، يا متعني من وين مكانه. نعم شوف المحبه، شوف الاخوه، شوف التراوت، شوف الالفه، مش الغربه في وطنهم طبعا ما يحسون احد غريب. هذا التكاتف العربي الخليجي اللي تعودنا عليه نحن. اسال الله يطول عمركم دومكم ظهر طويل العمر. الله يطول عمر سلمكم جميعا، الله يبارك فيك. ابو طال عمرك شو قال المثل؟ قال عند البطون تعمل عيون. على حبيبي على ما نحن الفقراء يعني. نعم عند الشيوخ. عند الشيوخ لا الشيوخ ولا لا الشيوخ طول عمر بعد يشهون ما ياكل واحد سبحان الله تعالى. البيالس مفتوحه والاكل اهلا وسهلا بالغالي. خلصنا المواضيع وخلصنا شغلنا ها عند طويل العمر ابو الشيبه. نايم الشيبه عادين نتمشى انا واخوي الله يحفظك واخوي الشرالي بعد بما هو يبا فنان زين. ردينا عاد قال شفنا عاد الحين انت بتختار خطومه. يلا اختار يا ابو محمد اي واحد منهم. لا نحن نختار لا ها لا عيوني الا الشيء الوحيد سبحان الله. هذا زين هذا الشيء الوحيد ما يختارون الناس. ها الشيء الوحيد هذا ايوه ما يختارون الناس. ايوه من يختاره؟ هذا لا حبيبتي ولا هذا ولا هذا. هذا ما يختارون الناس. إذن يختار الراس. الراس يختار الراس. الحين بنشوف بداية النفض في الراس. ايه هي اما كلام الناس هذا الحين ما في نفضه؟ لا ولا حد يكتبك تكيو. هذه الحين علوان لا 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 ما طاب الخرام ابدا. هذا شيء فيها خرام؟ لا 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 ولا هذا ولا غيره. لا قلنا لك قلنا لك الخاتم. الخاتم ما يختارون الناس الا الناس يختار الراس. اذا هو قال لك هذا معناته هو هذا. لا هذا الحين الراس قال هذا. اقول لك كل اللي عندك انت طلع يا خلاص. اما اللي عندي انا بعد ما اختار بلوك مرفوض. هذا غريب. ياس دو هاف ديفرنت كلر. ياس سوي فوتو فوتو وين افا عليك فوتو فوتو فوتو. نعم سوي فوتو قبل موتو فوتو فوتو. ذس اي لايك ها هاي البلد التي تريح القلب. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا
شوفوا اسمعوا هاي البلد تستحق الزيارة. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد عليكم قبور الذي كان لا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا الغالين حياكم الله، خلصنا على دوارتنا وسيارتنا وأسواقنا وحني نسنا في اللوبي ويتم يمروا على الناس الطيبين وسموا على الفنان عبد الله. نعم تفضل وحميد حبيبي. اول تعطيه على القهوه يا ريال. القهوه والله قهوه تمر الزيت يا ريال ما يستوي القهوه يا ريال. لا 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 هاي كرامه من الدم عليك. تفضل حفظك الله. تفضل وحميد انتم حبيبنا فاتحين هناك ميلتكم وميلتكم. الله يطول الاكل الطيب والله يسلمك. اليمع الحلوه والصيد هاي الساعه فرش الله يسلمك. وهذه العاصمه ما عليهم جود فنانين انت احمد. والله يا مرحبا فيك يا ابو يا الله يحفظك. حبيبي تفضل يا قهوي دعوتكم. ماشي قهوي قهواني عنده واحد من قهوين من قهوين. تفضل ابوي الحين حبيبي بناخذ التفاصيل عنك عشان نكون واثق.